السلام عليكم البنات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الجو؟ كي دايرين مع الصحاب الاولاد ديالكم، العائله ديالكم؟ كلشي لاباس. المهم البنات نط بكري، مشات بنتي مشات خرجت وقلت اش غادي ندير؟ جمع الداري، عندي تي رونديفو، قلت ما نوجد شي حاجه فيت في خفيفه وظريفه كما كنقول لكم، خفيفه وظريفه وزوينه وبنينه. خمسة دقائق البنات الكراتان، كتعرفوا الكراتان حتى هو فيت في الكراتان، تقدروا ديروا باي حاجه بغيتوا من الخضر اللي عندكم. اليوم البنات بغيت نديروا بالبروكولي البنات، البروكولي كتعرفوا المنافع اللي فيه، الحديد، المانيزيوم، فيه كل شيء، شوفوا في جوجل وشوفوا. المهم هذا البروكولي بغيت نديرو، وغادي نزيد ليه البطاطس البنات، البطاطا انتم كتشوفوا البطاطا مقطعه مقطعه طرف. المهم جبت كل شيء باش ندير هادشي فيت في البنات. اش غادي ندير ليه باقي؟ غادي ندير ليه البصله، واحد جوج بصلات كبار اللي مقطعين مشلولين، انتم كتشوفوا كنقرب لكم شويه باش تشوفوا حيت عندي البورطابل خايب. المهم البطاطس البنات درتو، البصله، وهذا سميتو لي طوماط سوريز. الا عندكم الكبار ديرو بوكو با، غير عندي هاد 4 ولا 5 في الثلاجه، وقلت علاش لا ما نخلطهم كما كتشوفوا باش يكونوا شويه الوان. والو هادشي اللي كاينه فيها. لاصوص اباغاي، لاباغاي كتعرفوا كيكون البيض، كديروا جوج ثلاثه على حسب الطوا ديالكم. انا الطوا صغيره مويان، وبغيت ندير غير جوج بيضات صافي. كيكون البنات جوج بيضات، وكيكون شويه ديال الملح والملحه والبزار، وكندير لا كريم اونتي. ما عندكمش لا كريم اونتي ديروا الحليب صافي. هاد لاباري كدير وتدير الفوق، وديروا الفرماج، الفرماج ديروا موزاريلا ولا اللي عندكم البنات. تبعوا معايا ما تمشيوش بعيد. بسم الله نبداو على بركة الله البنات. انتم كتشوفوا غادي ندير لاصوص هي الاولى، وديرها ابار. نهرس البيض، كتعرف كلشي البيض تهرسوه بيان سيغ، باش هذا سميتو، سمحوا لي غنجيب غير هذا الطراب سميتو، نطرب واحد شويه هكا شي كتعرفوا هادشي غير المبتدئات. هنا الملحه والبزار والمسكاد اللي قلت لكم، واحد شويه ديال المسكاد فوالا غادي تديرو هكا. وقلت لكم انا غادي نزيد شويه ديال الحليب، حيت هاد سميتو هاد لاصوص ماشي كثيره، ديرو اللي بغيتو البنات. هانتوما غادي ندير واحد شويه الحليب توتالوغ، كنتمنى البنات يبان ليكم حيت هانتوما غادي نزيد واحد شويه الحليب شويه. جيسبيغ كيبان ليكم هادشي، غادي نشوف الكاميرا حيت خصني نسيرفي شاك فوا كديرها بيا البنات، ديرها ليا بزاف. غادي نزيد واحد شويه الحليب، غير غادي يغطي ليكم، غادي يغطي ليكم الطاوة. انا الطاوة عندي صغيرة. المهم هاد لاباراي ها هي درتها يا البنات، هانتوما فيت في، هانتوما فيت في لاباراي. ذوقوا ديرها غسلتهم، ذوقوا الملحة، البزار، أي حاجة، المنسمات اللي بغيتو زيدوها. غادي نزيد أنا واحد شوية حيت هنا مدرتش كلشي، هاد فوالا. مرة مرة يا البنات غادي نبقى ندير هكا حيت لاباراي ديالي فوالا. الطاوة ها هي البنات، الطاوة صغيرة متوسطة الحجم، كنفضل نديرها هكا. غادي نسبق البصلة، البصلة ها هي نسبقها، ديرو لا كونتيتي اللي بغيتو. أنا كندير البصلة، كتعرفو البصلة راه كتطيب في ساعة، هي غادي يبقى فيها غير النص البنات. هانتوما 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 جيسبيغ يبان ليكم، غادي نشوف الكاميرا مرة مرة غادي نبقى نشوف سي بون. البصلة ها هي البنات، غادي نزيد عليها البطاطس، ها هي غادي نزيد البطاطس، غادي ما قطعت كاع مزيان بون. المهم قطعو كبار صغار، غير انا بغيت باش طيب ليا في ساعة قبل ما نخرج، درت هاد البطاطا صغيرة اللي تعجبني بون. كندير هاد البطاطا هنا،
ما احسن من سميتو من الحريره اسك كيف الحريره و سميتو مسخن وكسكس هو اللي كيسخن هادشي هو اللي كيسخن بزاف ديك ما قطعتها مزيان فوالا ما كتعرفوا كتستفوا هادشي مزيان فوالا فوالا كنهضر معاكم كنضحك معاكم وكنفرح ملي كنهضر معاكم بها البنات بحال اللي كاينين حدايا فوزيت مي زامي ما فامين نتوما العائله ديالي الثانيه فوالا المهم هذا البطاطيز درتهم هنا نتوما كتشوفوا دروك غادي نديرو البروكولي البنات البروكولي هذا البنات صدقوني هاد البروكولي حلو 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 الا بغيتو ديروه اون سلطه هو زوين طيبوه في الماء واحد شويه وخلطوه مع مطيشه والمايس ولي بات لي بات ولي بات شعريه انواع واشكال كاين في لي بات انا كنفضلو نديروه هكا مره مره ما كنبغي ننوع ماشي زعما حتى في السلطه كيجي زوين ديروا ليه صوص بشاميل كيجي زوين صوص بشاميل البنات انتوما كيجي بحال هكا ستفو المهم كتعرفوا كيفاش يبا فوالا ها البروكولي البنات انتوما وصافي غادي ندير عليه البطا لي طوماط مطيشه زعما هاد دي طوماط الصغار انا غير عندي وقلت ما يخسروش نديرهم كنقول لكم ما كنقررش كنحل الثلاجه سبحان الله في ديك الطبيعه خايبه ولا زوينه ولا ما نعرف ما كنديرش لا ديسيزيون كنحل الثلاجه كنقول اش غادي ندير صافي قليل الا قررت خصني ندير هذا ولا هذا ولا صافي ها نتوما غادي ندير هادو وغادي نخليه حتى يطيب واحد الماء هنا وما شوفوا الالوان البنات الوان جميله شوفوا زوين هاد الالوان صافي غادي دروكا غادي ندير هذيك لاصوص البنات هاد لاصوص اللي درت معاكم داكشي شفتوا هذا راه خفيف وظريف فيت في ها هو الالوان الجميله صافي غادي ديروا لاصوص اللي بغيتو بتكتروها كتروها بيشت المهم انا كنبغي نكثرها شاكا سا فاصون دو كويزين وحدو لا فاصون ديالو باش كيدير لا كويزين فوالا وكواحد تيبغي لاصوص كواحد ما كيبغيش لاصوص كواحد خاصناش نحكمو على الانسان كواحد اذواق تختلف تختلف ولا تختلف انا نسيت انا كاع العربيه سي فري انا من 86 البنات هنا راه سي با فاسيل نسيت العربيه فاش كنقرا وكان والبنات هانتوما اللي بغا يدير الملحه يدير الملحه اللي بغا يدير هانتوما معايا وصافي البنات هانتوما 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 الطبق جميل البنات ورائع وصافي غادي نديرو دوكا في الفران يطيب على خاطرو ايوا عاد غادي نزيد ليه شويه ديال الفرماج هانتوما طبق رائع البنات رائع 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 غادي نقرب لكم دابا كنهز لا ليميير باش نوري لكم ها نتوما جا زوين البنات جيو صدقوني جا زوين الوان عدت لكم من جديد الوصفه ديالي طابت وزوينه وهائله والرائحه ديالها يا سلام يا سلام غير جربوها ما غاديش تندموا الكراتان ديال البروكولي والبصلة والمطيشه وصفه صحيه وسورتو في هذا البرد شي حاجه سخونه كنحتاجو حنا شي حاجه سخونه في هذا البرد البنات كنتمنى الا عجبتكم بحال هذا كثروا لي اللايكات والتشجيعات باش نقدر نزيد لقدام وقدام قدام الحقيقه الواحد اللي كيشجع الواحد كيبغي يدير حماسي ما تخرجش عنده شي واحد مسكين راه ما تيقدرش باقي يقول صافي راكم باش بقى ندير 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 حتى واحد ما كيدخلوا عندي المهم تعاونوا بيناتنا كما كنقول لكم ديما يد الله مع الجماعه وهذا هو هذه هي الدنيا المهم البنات
ريحه ما كنقول لكم يا سلام يا سلام يا سلام. غادي ناكل منها واحد شويه وغادي نخرج للرونديفو ديالي. الى عجبتكم ما تنساوش البارطاج واللايكات، وكنقول لكم شكرا 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 كاع اللي كيدخل وكيدعمني رجالا وشبابا ونساء، شكرا. غادي نقول لكم الى اللقاء. سخونة البنات ولا انتم؟